خلصنا من السادس ونجحنا، هسه تعال انتظر القبول. ايه وتعينات والبطالة شو نسيتها؟ ما تتعين لو يجي ابوك. يا هسه لو متعيناني بالبرلمان كان جامع لي ثروة طفر من زمان، لان كلها طفرت وشعبنا خسر. بويا يا لما باعي الاخبار كلها قيل وقال، ما متونسينا بد ماكو راحة بال، شعب بس يباوع انتو ظلوا خطوب. بس بسيطة مي وكهرباء ماكو، بس بسيطة تجينا وتقسمون الخريطة، درجة الحرارة 50 مصيبة. بس بسيطة ماكو خدمات همين، بس بسيطة تخمطوا الرواتب همين بسيطة، شارع بيتنا مطوف كلها نزاعات، يجي واحد منهم يرشح للانتخابات واحنا ننتخب بيهم. وكم احنا بينا صار مثل سايكس بيكو، يقسمون برض العراق واحنا بس نصفق لهم. مدري ايش فينا احنا بس نصفق، يا هول يجي نصفق بينا وعمر وتمضرط، خلاص عمرنا نركض. صدم راح يجي المالكي قلنا ان شاء الله تفرج، راح نريج العبادي قلنا همين تفرج. وكوين ولي جوز اروح اطفراني بعبار، خلو 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 العراق لكم والحضار. صرنا مثل صدمة كلها تباوع مثل المارة، قتل خطف تفجر كل من عاف داره. بسيطة بسيطة بس اقول بسيطة، يجي يوم ان شاء الله نصيده نصيده، هذا اللي هجارنا هذا اللي دمارنا، يجي يوم ندايحه مثل ما دايحنا. بسيطة بسيطة بس اقول بسيطة، يجي يوم ان شاء الله نصيده نصيده، هذا اللي هجرنا هذا اللي دمرنا، يجي يوم ندايحه مثل ما دايحنا. اوه oh yeah.